ارتياح من لاعيبه الاهلي ولاعيبه بيراميدز بعد انتهاء المباراه اللي بتجمع ما بينهم على استاد القاهره الدولي بنتيجه 0-0. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان سخن جدا في المباراه وهدي جدا بعد نهايه المباراه. في البدايه كده النهارده كان في حاله ود ما بين محمود فتح الله يعني مسؤول الجهاز بيراميدز ووليد سليمان اللي كانوا نازلين مع بعض كده قبل بدايه المباراه. النهارده حسين الشحات ده هو اللي بيظهر بلوك جديد كده قبل بدايه المباراه. لكن لو قلت لكم النهارده امح الدولي كان حريص اللي هو اول لما دخل كده المدرجات اللي هو يروح لاحمد فهمي ويقف معاه ويتكلم معاه ويهزر معاه قبل بدايه المباراه. لكن لو كلمتكم على اجواء المباراه اللي كانوا بيحضرها النهارده عدد من مسؤولي الاهلي ومسؤولي بيراميدز النهارده الى حد ما توجيهات مستمره من دكه الاهلي وتوجيهات مستمره من دكه بيراميدز من اول لحظه. لكن دكه الاهلي هي اللي كان باين عليها الحزن القوي جدا اول لما اصيب كهربا. بان الصدمه والحزن على مستر مسوماني اللي بان عليه اللي يعني اللي هو متضايق جدا من اصابه كهربا وبدا يتكلم مع يعني مساعدي كده الجهاز الفني كهربا اول لما خرج بقى دخل في نوبه بكاء كده وكان باين عليه الحزن القوي جدا وبدا يعني يحط التيشيرت على وشه كده وحط ايديه على وشه فتره كبيره. لكن اكتر من حد من لاعبي الاهلي بدا يروح ويتكلم معاه ويهديه كده وهو قاعد على طول. طبيب الاهلي بدا يجيب له يعني ثلج كده ويحط ويعملها يحطها له على الخلفيه. كانت واضح بقى التوتر على اللقاء طول فتره المباراه توتر وتوجيهات مستمره من مستر مسوماني على طول لكل لعيبه الاهلي وعلى طول بيتكلم معاهم برده من على الناحيه الثانيه كده توجيهات مستمره من كل دكه بيراميدز من وقت للتاني. لكن لحد ما بقى بان التوجيهات وبان بقى التركيز القوي من دكه الاهلي اول لما بدا مستر مسوماني كده يجيب السبوره في التوقف ويبدا يتكلم بدا يتكلم مع لعيبه الاهلي وبدا يوجههم كده وبدا يشرح لهم كلهم وكلهم واقفين منتبهين. وبدا بقى المدير الفني لنادي بيراميدز على طول النادي الدودي الجباز ويطالبه اللي هو يعني يتكلم مع لعيبته ويقول له يعني الكلام اللي هيقوله لهم. بدا الدودي الجباز يترجم كده ويتكلم مع لعيبه بيراميدز. لكن على طول بقى بدا الاجواء لحد ما تتغير اول لما النهارده يعني حكم اللقاء بدا يحتكم للفار عشان يتم طرد عمرو السوليه اللي بدا يظهر عليه الغضب القوي جدا والحزن القوي جدا اثناء مغادرته كده للمباراه. وبدا اكتر من حد من الجمهور اللي متواجد يعني في مقصوره الصحفيين كده يسقفوا له ويطالبوه كده اللي هو يعني ما يرفع راسه وهو خارج. كان واضح يعني السوليه حزين جدا وكان واضح اللي فيه اعتراض من دكه الاهلي اثناء توجه الحكم للفار كده. لكن الاجواء الى حد ما شدت جدا اول بقى لما تم احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي. اعتراض قوي جدا على دكه بيراميدز اللي بدات تقوم وتعترض وتطالب حكم اللقاء باحتساب ركله جزاء قبل ركله جزاء الاهلي ديت بركله جزاء لبيراميدز. وبداوا يطالبوه كده باللي هو يروح للفار وكان واضح ان في اعتراضات كتير جدا من دكه بيراميدز اللي اجبرت بقى حكم الرابع كده اللي هو يروح ويطالبهم بالهدوء. لكن اول طبعا لما اهدرت بقى ركله الجزاء اللي دخل لعبها قفشه كده كان باين الصدمه القويه على كل يعني مسؤول الاهلي اللي موجودين في المدرجات. احمد فهمي بقى هو اللي بدا يقوم كده وبدا يسقف وبدا يعني اللاعبين الاهلي هتقدروا ترجعوا وبدا يشاور لهم كده وهو موجود في المدرجات. كان باين الحزن على لعيبه الاهلي بقى اول لما انتهى الشوط الاول كده كان قفشه طالع كده وبص في الارض وكان باين ان هو متضايق جدا. كل الجمهور اللي كان متواجد كده بدا يسقف له وهو خارج. احمد فتحي بقى اللي هو اثناء خروجه النهارده كده مع احد اللاعبين بدا يعني يقول له كده بصوت عالي انا ما بهزرش وهو خارج لغرف الملابس. اكتر من حد من الناس اللي كانت متواجده بداوا يعني ينادوا على حكم اللقاء النهارده ويقولوا له يعني يا كابتن انت كل ما حد بيقول بتديله كوره وبتديله فاول. يعني الشوط الثاني لحد ما كان حريص مستر مسوماني وكل يعني دكه الاهلي اللي هم يقفوا كده ويتكلموا مع بعض قبل بدايه المباراه. كان باين عليهم التركيز القوي جدا وكان باين الانفعالات والتوترات والقلق الكبير جدا على دكه بيراميدز اللي طول الوقت واقفه. محمود فتح الله على طول او يعني اكتر من حد على طول لاعب من لاعبي بيراميدز واقفين وعمالين يتكلموا مع لاعبتهم وعلى طول عمالين يطالبوهم كده بالضغط على لعيبه الاهلي. النهارده كان في يعني تفاعل قوي جدا من دكه الاهلي مع اكتر هجمه من هجمات الاهلي اللي كان بيعملها على بيراميدز النهارده. على طول كان يعني الاهلي كان باين عليه اللي هو نفسه يخطف هدف كده يعني اثناء مباراته امام بيراميدز. لكن جمهور الاهلي بقى هو اللي كان من وقت للتاني بيبدا يقف وبيبدا يهتف للاعيبه الاهلي وبيبدا يسقف لهم على مدار المباراه. كان واضح لحد ما القلق الكبير جدا على دكه بيراميدز اللي كانت على طول متوتره وعلى طول بتقف وكان فيها اعتراضات كتير من الجهاز الفني لبيراميدز والمدير الفني لنادي بيراميدز كده اللي كان بالوقت للتاني بيطالب يعني المدرب او الحكم اللقاء اللي هو يدي انذار للاعيبه الاهلي. واضح بقى القلق على كل دكه الاهلي وعلى كل مسؤول الاهلي النهارده وعلى كل لاعيبه الاهلي النهارده اول لما على طول جات اللحظات الاخيره كان باين القلق القوي عليهم وكان باين ان هم خايفين كده من اللقاء وكان على طول توجيهات مستمره وتفاعلات مستمره على كل دكه الاهلي. لكن اول لما انتهى اللقاء بقى على طول مسؤولي الاهلي اللي متواجدين بداوا يقوموا ويتوجهوا لمسؤولي بيراميدز وبداوا يعني الاثنين يسلموا على بعض وكان باين ما بينهم يعني الروح الرياضيه والود كده. على طول النهارده بقى اليو ديانج هو اللي كان حريص جدا اللي هو يبدل التيشيرتات ما بينه هو ودونجا يعني ده خد التيشيرت ده وده خد التيشيرت ده بعد نهايه المباراه. على طول كان باين اللي هم يعني
حاله ود ما بينهم، كل اللعيبه كانت طالعه بتسلم على بعض، كان في حاله ارتياح قويه جدا اكتر من حد يعني. وهو وقفشه خارج كده بدا يقول له يعني قفشه حرام عليك، وهو طالع من الملعب بدات اكتر من حد من الناس اللي موجوده في المقصوره تسقف لعيبه الاهلي، سقفوا لاحمد فتحي اللي بدا على طول يشاور لهم كده وهو خارج، وبدا على طول المدير الفني النادي الاهلي وهم بيحيوه كده برده يشاور لهم وسقفوا له وهو خارج، يعني حاله ارتياح بتظهر على الاثنين سواء لعيبه الاهلي او لعيبه بيراميدز بعد نهايه المباراه. بنقول النهارده يعني للفرقتين مباراه موفقه ومنظر محترم، ما كانش فيه الحمد لله اي مشاكل ما بين الفرقتين يعني. باذن الله باذن الله الموسم يكمل على خير، وربنا يوفق الاهلي والزمالك وبيراميدز في مشوارهم افريقيا.